يس باين، انا راح اكون متابعة الشات، اذا في طلاب كتبوا اي مشكلة راح احكي لك. خلاص تمام، عشان كده انا مش سامع حد غيرك. تمام دكتور. تمام، توكلنا على الله. صوتي واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل الصلاة شيء واضح. والسلام على رسول الله. نعتذر بشدة عن التكنيكال بروبلم اللي حصلت النهاردة نتيجة انقطاع الكهرباء، وما خدناش المحاضرة عادي، لكن هنعوضها بالتيمز إن شاء الله. وأي حاجة مش فاهمينها أهلا وسهلا بيكم في المكتب، وتعالوا نشرح الحاجات اللي إيه مش هتبقوا يعني مسد أو ما فهمتوهاش. But we will do our best. إحنا اتفقنا إن إحنا as a multicellular organism، خلايانا مش كل واحدة عايشة في عالم منعزل عن التانية، ولا كل واحدة بتتصرف وتعمل الفانكشن بتاعتها independent عن غيرها. كويس الكلام؟ خلايانا بتتصل مع بعضها، وخلايانا بتكوميونيكيت مع بعضها. يبقى بتتصل وتتواصل مع بعضها، وده مهم جدا علشان السيرفايفل وعلشان الويل بينج بتاعنا از ا مالتي سيلولار اورجانيزم. طيب محاضرتنا النهارده عن السيل جانكشنز، الروابط اللي بين الخلايا. هي الخلايا بترتبط مع بعضها؟ نعم الخلايا بترتبط مع بعضها. يعني ايه السيل جانكشنز؟ السيل جانكشن ليه ديفينيشن وليه كلاسيفيكيشن. ايه تعريفه؟ اما اقول سيل جانكشن يعني روابط خلويه، معناها انه كونكشن او ترابط ما بين الادجيسنت سيل. ما هم مين اللي هيرتبط مع مين؟ حاجه جنب حاجه، لازم تمسك فيها كويس. فالديفينيشن بتاعه انه كونكشن بتوين الادجيسنت سيلز، زي ما في الرسمه اللي لونها احمر فوق دي. كويس الكلام؟ او يعني بصوا على الرسمه اللي هتنزل لتحت دي، الدايره الحمراء دي اللي طالعه دي، دي عباره عن خليه وجنبها خليه تانية، والخليتين الاثنين دول ما بينهم وما بين بعض في روابط. الروابط دي مش نوع واحد، الروابط دي انواع، وبما انها انواع فالوظائف بتاعتها مختلفه. تمام؟ طيب يبقى ده الرابط الاول اللي ما بين خليه وخليه، بنسميه سيل ادهيجن او سيل جانكشن. امال ايه الرابط الثاني؟ الرابط الثاني ما بين الخلايا وما بين الاكسترا سيلولار ماتريكس، اللي احنا عرفنا منه المحاضره بتاعتي نمره 2 او 1، اللي اسمه البيسمنت ميمبرين. شايفين المنظر ده؟ الدايره الحمراء اللي تحت دي، ده عباره عن ارتباط الخلايا مع البيسمنت ميمبرين اللي هو نوع من انواع الاكسترا سيلولار ماتريكس، هي بتبقى واقفه عليه. النسيج ده، النسيج اللي بيبقى موجود فيه الشكل ده، فقط الابيثيليال تيشو. الابيثيليال تيشو هو الوحيد اللي معاه بيسمنت ميمبرين، وعشان كده هو الوحيد اللي او يعني بيبقى فيه رابط ما بينه وما بين السلم الماتريكس بتاعه. بنسميه الاكزامبل او المثال بتاع السيل ماتريكس ادهيجن او السيل بيسمنت ميمبرين ادهيجن. يبقى كام نوع؟ نوعين، ما بين الخلايا وبعضها، وما بين الخلايا والاكسترا سيلولار ماتريكس او البيسمنت ميمبرين. طيب لما نتكلم، او الدكتوره فردوس ادتكم المحاضره اللي فاتت الاستراكشر بتاع السيل ميمبرين، تمام؟ قلنا ان السيل ميمبرين عباره عن ليبيد باي لاير، وما بين الليبيد باي لاير دي في بروتينات موجوده، مش كده؟ في نوعين اتنين من البروتينز موجوده مع السيل ميمبرين بتاعنا. حاجه دكتورة. اسمها، نعم بس لو سمحتي بيحكوا بدهم الليزر لانه مش مبين عندهم الماوس. سوري، البتاع عندي هنا الميكروسكوب بتاعي ما فيش فيه ليزر. ممكن استخدم البوينتر اهو، في بوينتر. يس في بوينتر، ليزر بوينتر. يس لقيت. تمام، السيل ممبرين بتاعنا قلنا معمول من ليبيد باي لاير، والليبيد باي لاير فيه عندنا بروتينز، مش كده؟ وفي نوعين اتنين من البروتينز موجودين في السيل ممبرين بتاعنا، حاجه اسمها بريفرال وحاجه اسمها انتجرال، او حاجه اسمها اكسترنسك وحاجه اسمها انترنسك. البريفرال دي بتبقى تمبوراري اتاتشد للسيل ممبرين. بلاقيها فين؟ بلاقيها يا على الاوتسايد من بره بتاع السيل ممبرين، او الانسايد سيرفيس بتاع السيل ممبرين.
دي اسمها peripheral protein أو extrinsic protein وبتبقى temporary attached ودي مش حدوتي النهاردة. الانتيجرال بروتين اللي احنا بنسميها الانترنسك اللي هي بتبقى بيرمننتلي اتاتشد في السيل ممبرين نوعين اتنين، نوع بنسميه ترانس ممبرين ونوع بنسميه مونوتوب. ايه الفرق بين الاتنين؟ نبص على الصورة دي، شايفين ده منظر للسيل ممبرين بتاعنا اللي ادي عندكم الهيدز وادي عندكم التيلز واللي لونها بني دي هي البروتينز. اللي بره خالص دي ده بريفرال بروتين وده بريفرال بروتين، لكن النوع اللي عامل زي العصايه اللي في النص ده ده انتيجرال بروتين بيرمننتلي اتاتشد للسيل ممبرين بنسميه ترانس ممبرين. ترانس ممبرين يعني ماشي اكروس الممبرين، ده انتيجرال وده انتيجرال بروتين، ده برضو انتيجرال بروتين. كويس الكلام؟ لانه is deeply attached للسيل ممبرين بالرغم من انه does not cross كل السيل ممبرين، ده بنسميه مونوتوبيك. يبقى البيرمننت بروتينز عندنا نوعين اتنين، يا اما ترانس ممبرين يا اما مونوتوبيك. كويس الكلام؟ طيب احنا حدوتتنا كلها النهارده ان احنا نفهم الجزء ده اللي هو الانتيجرال ده اللي هو حواليه الدايره الحمراء اللي عماله تلف. تمام؟ طيب البروتين دول هم نوع واحد؟ لا، دول انواع كتير، وبما ان هم انواع كتير كويس الكلام هيبقى لهم different function. اي حاجه ليها structure انواعها كتير او الاستراكشر بتاعها مختلف هتبقى الفانكشن بتاعتها مختلفه. بس هو بيعمل كل ده، انواعه مختلفه بس بيعمل كل النقط الحمراء اللي عندي دي. اول حاجه الانتجرال ميمبرين بروتين دي مسؤوله عن الجانكشنز اللي ما بين الخلايا، بتعمل الجانكشن اللي بين الخلايا يعني بتكونكت اند جوين السيلز مع بعضها. الانتجرال بروتين مش نفس النوع، نوع تاني. الانتجرال بروتين بتعمل لي انزيمات، بتبقى الانزيمات عباره عن ايه؟ عباره عن بروتينز ان نيتشر. كويس؟ والبروتينز دي بتبقى مسؤوله عن ميتابوليك بروسيس معينه بتقوم بيها الخليه، والانزيمز بصفه عامه كاتاليست. فانا ممكن تكون الانتجرال بروتين دي عباره عن انزيمز موجوده في الممبرين بتعمل لوكالايزد ميتابوليك باثوي. الانتجرال بروتين دي ممكن تعمل بوابات ترانسبورت، تبقى مسؤوله عن المرور بتاع الحاجات سواء كان ديفيوجن فاسيليتيتد ديفيوجن او اكتيف ترانسبورت. الانتجرال بروتين دي بتخلي الخلايا معروفة الهيئة والشكل، بتديها انتج يعني بنسميها ايدنتيتي، بتديها شخصية. مثال انت عندك البي لينفوسايت وعندك التي لينفوسايت، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ السطح بتاع الخلية من فوق عليه بروتينات معينة مخلية التي تي ومخلية البي بي. ما هي البي لينفوسايت دي اللي بتعمل لي اللي بتطلع الانتي بوديز بتاع جسمنا، لكن التي لينفوسايت اللي احنا بنسميها سايتوتوكسيك اللي بتاخد حقها بدراعها وبتمسك الخلايا والاجسام الغريبه اللي تدخل جسمنا تهاجمها وتقضي عليها. مين اللي اداليه الهيئه دي ومين اداليه الهيئه دي؟ بروتينات معينه موجوده على السيرفس بتاعها من فوق خلتنا ريكوجنايز الخلايا دي ان دي كذا ودي كذا. تمام. انكورج، انكورج يعني ايه؟ يعني الانتجرال بروتين اللي موجوده في السيل ممبرين دي مش بس شغلها مع بره مع الخليه من بره، لا ده شغلها كمان مع الخليه من جوه، بتمسك في السيتوسكيلتون بتاع الخليه من جوه اللي هو الهيكل الدعامي بتاع الخليه من جوه، تدي سبورت للخليه وتعمل لها وتخلي الخليه كونتراكت لو هي بتكونتراكت وحاجات كتيره جدا، وتخلي الخليه بتمسك في بيسمنت ممبرين او الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي معاه. الترانسدكشن اللي هو ايه؟ السيجنال ترانسدكشن انها تشتغل از ريسبتور، تشتغل از ريسبتور لنوع معين من الهرمونات وهنفهمها في المحاضره الجايه اللي هو البيبتايد هرمون. لو بصينا على الرسمه دي بتلخص الحدوته اللي انا قلتها، ان الانتجرال بروتين دي بروتينات فيكسد في السيل ممبرين، وان البروتينات دي انواعها مختلفه وبالتالي الفانكشن بتاعتها مختلفه. فمين اللي بيعمل لي جانكشن وفي منها اللي بيعمل از ان انزايم
وفي منها اللي بيشتغل از بوابات بنسميها ترانسبورت، مسؤوله عن الاكتف والباسيف ترانسبورت بتاع المولكيولز اكروس السيل ممبرين. في منها اللي مسؤوله عن السيل ريكوجنيشن، بيدي للسيل الايدنتيتي بتاعتها. في منها اللي بيبقى بيمسك في السيتوسكيلتون بتاع الخليه من جوه بتاعنا، فليه دور في حاجات كتير جدا بنسميه انكورج. وفي منها اللي بيشتغل از ريسبتور، بتجيله السيجنال ولما توصل له السيجنال هو ينقل الاشاره لجوه الخليه ويقول للخليه مثلا زودي البروتين الفلاني، اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا. فبصفه عامه دي حدوته الانتيجرال بروتينز. تمام، لما نتكلم عن فايده السيل تو سيل جانكشن، ايه فايدته؟ السيل بتمسك في اختها اللي جنبها ليه، او تمسك في اخواتها اللي جنبها ليه؟ اول حاجه علشان تكوميونيكيت معاها، مش كده؟ انا لما هقعد مع اللي جنبي اكيد هكوميونيكيت معاه، امسك فيه همسك فيه وما نتكلمش نتخاصم، لا هنكوميونيكيت مع بعض. يبقى فايده الجانكشن انه بيسهل عمليه الكوميونيكيشن ما بين الخلايا عشان تعمل البروسيس اللي هتنتين جسمنا. الخلايا بتمسك مع بعضها ليه؟ ده بيعمل سبورت. الله مع الجماعه، فاكرين زمان حزمه الخشب او الحطب؟ اما تمسك حزمه وتكسرها ما تقدرش تكسرها، لما تمسك عود عود ينكسر منك بسهوله. فهي الجانكشن ده بيخلي الخلايا تستحمل السبورت ويقلل الاسترس اللي بيجي عليها. طيب السيل جانكشن ده نتيجه ايه؟ مين اللي بيعمله؟ السيل جانكشن ده بتعمله مولوكيولز او انتجرال بروتينز موجوده على السيل سيرفيس، بنسميها كام. كام يعني اختصار ايه؟ اختصار سيل ادهيجن مولوكيولز، كام سي اي ام، اختصار سيل ادهيجن مولوكيولز. السيل ادهيجن مولوكيولز دول مش نوع واحد من اسمها، دي انواع، وبناء عليه هي بتعمل لي انواع مختلفه من الانترسيلولار جانكشن. يعني الانترسيلولار جانكشن مش نوع واحد، لا دول انواع وكل نوع له فانكشن. يبقى مين اللي بيعمل الانترسيلولار جانكشنز؟ الكام. طب الكام دي عباره عن ايه في اصلها؟ عباره عن الانتيجرال بروتينز اللي موجوده في السيل ميمبرين. طيب نيجي نبص على السيل ادهيجن مولكيول. بنقول ان السيل ادهيجن مولكيول عباره عن بروتينز، مكانها فين؟ على السيل سيرفس. فايدتها ايه؟ بتبايند السيل مع النيبر سيلز او مع الاكسترا سيلولار ماتريكس. طيب السيل جانكشن ده مين اللي بيعمله؟ بيعملوه الجماعه دول الكام. فايدته ايه؟ مهم علشان المالتي سيلولار ستراكشر يمنتين هيز لايف ويعيش طبيعي. طيب الصور اللي قدامكم دي، احنا اتفقنا ان الصور دي لو انتوا فاكرين من المحاضره بتاعتنا رقم واحد ان متاخده بيه الفلوريسنت ميكروسكوب. هو ايه الاخضر اللي جوه ده؟ الاخضر اللي جوه ده اللي احنا بنسميه دي خليه ودي خليه ودي خليه، بنسميه بدليل ان دي نيوكلاس ودي نيوكلاس، واللي بالاحمر حواليها البوردر اللي واخده لون احمر دي، ده البوردر بتاعت السيل ميمبرين. الاخضر ده عباره عن سيتوسكيلتون. جوه الخلايا بتاعتنا في حاجه اسمها سيتوسكيلتون. السيتوسكيلتون ده ثلاث انواع، خيوط رفيعه جدا جدا اسمها الاكتين، دي حوالي بتبقى 7 نانومتر. خيوط اكبر منها شويه اسمها الانترميديت فيلامنت، واللي مشهور فيهم قوي اسمه كيراتين. النوع بتاع الانترميديت فيلامنت اللي مشهور قوي اسمه كيراتين، وده اكبر شويه من الاكتين حوالي من 8 الى 12 نانومتر. وفي اللي اكبر من كل دول اسمهم مايكروتوبيولز، والدكتوره فردوس هتشرح باستفاضه المواضيع دي، بس انا حابه انكم تعرفوا ان جوه الخليه في حاجه اسمها سيتوسكيلتون. مهمه في ايه السيتوسكيلتون دي؟ مهمه عشان تسبورت الخليه، مهمه عشان الكونتراكشن بتاع الخليه لو بتكونتراكت، مهمه عشان الموتيليتي بتاعت الاورجانيزم اللي جوه الخليه. ما هي بتتحرك، بتتحرك ازاي؟ بتتحرك بمساعده الايه؟ السيتوسكيلتون ده. مهمه عشان تنظم السيتوبلازم، ومهمة عشان حاجة اسمها polarity of the cell. يبقى السيتوسكيلتون دي مهمة وأنا هحتاجها عشان لما أشرح الجانكشن هعوزها. طيب الأدهيجن مولوكيول اللي احنا اتكلمنا عنهم، اتفقنا ان هم عبارة عن بروتين in nature، وهم ترانس ميمبرين بروتين، وبيخلوا الخلايا تمسك مع بعضها،
وليهم دور في الاميونيتي وفي الكانسر، وعرفوا الحته دي واركنوها دلوقتي على جنب، هنشرحها بعدين، هتبان دلوقتي. لما كام بتاع خليه، كويس الكلام، يمسك في كام شبهه بالظبط بالظبط بتاع خليه ثانيه بنسميه هوموفيليك بايندينج. ولما كام بتاع الخليه يمسك في كام تاني مش شبهه بتاع الخليه اللي جنبه بس مش شبهه بنسميه هيتروفيليك بايندينج. يعني ايه الكلام ده؟ نقول الاول الكام ده معمول من ايه؟ يعني شايفين اللي بالاخضر ده اللي عليه هو ده الكام مولوكيول او ترانس ميمبرين بروتين اللي انا قصدي عليه. اي كام مولوكيول يا اولاد، شايفين اللي لونه قرمزي ده بيربل ده، ده كام مولوكيول؟ له ثلاثة دومين. دومين يعني ايه؟ يعني ثلاث اجزاء. في اكسترا سيلولار دومين اللي هو الجزء اللي بره السيل ميمبرين اللي هو ده، ده الاكسترا سيلولار دومين، وده اللي بيخلي الكام مولوكيول يمسك في الكام مولوكيول بتاع الخليه اللي جنبه. وفي جزء مر ثرو الايه السيل ميمبرين، ده بنسميه ترانس ميمبرين دومين، وده دايما بيبقى هيدروفوبيك فورس. ليه هيدروفوبيك فورس؟ عشان المنطقه اللي جوه دي كلها هنا ايه هيدروفوبيك. وفي الجزء الثالث اللي بنسميه السيتوبلازميك دومين اللي هو الدايره دي، وده بيبقى كونكتد مع مين؟ كونكتد مع السيتوسكيلتون اللي موجود جوه الخليه عن طريق بروتين بيساعد اسمه اللينكر بروتين. يبقى الكام مولوكيول معمول من ايه؟ من ثلاثه دومين، انترا سيلولار او سيتوبلازميك دومين، وبعدين ترانس ميمبرين دومين، وبعدين اكسترا سيلولار دومين. طيب نقطة الهوموفيليك والهيتروفيليك، ادي عندكم ادي خلية وادي الكام بتاعها، وادي خلية تانية والكام بتاعها، الاتنين كام شابكين في بعض والاتنين شبه بعض، يبقى ده اسمه هوموفيليك بايندينج. ادي خلية وادي خلية والكام بتاعها از ديفرنت عن التانية بس هما شابكين في بعض، مش شبه بعض بس شابكين في بعض، سميناه هيتروفيليك بايندينج. طيب انا عندي الاثنين شبه بعض بس مش راضيين يشبكوا في بعض، ففي بيجي لهم اكسترا سيلولار لينكر مولوكيول اللي هو لونه احمر وعامل زي الكروس في النص ده، عامل زي الصليب في النص، بيربط الاثنين مع بعض. كويس النوع ده، كويس الكلام، هو ده النوع اللي بيبقى موجود في حاله السيل بيسمنت ميمبرين او السيل اكسترا سيلولار ماتريكس جانكشن، هو ده النوع اللي بيبقى موجود فيه. لكن الاثنين دولت او الثلاثه دول ممكن يكونوا موجودين في السيل تو سيل جانكشن، لكن السيل تو ماتريكس او السيل للبيسمنت ميمبرين ده النوع الوحيد اللي بيبقى موجود فيه. تمام يا اولاد؟ طب نيجي نبص على العائلات اللي بتعمل الكام. الكام ده اتفقنا ان هي بروتينز، كويس؟ والبروتينز دي عائلات، أربع عائلات مشهورة هي اللي بتعمل الكام، أربع عائلات بروتين مشهورة هي اللي بتعمل الكام، الكادهرن والسيلكتن والإميونوجلوبيولين سوبر فاميلي والإنتيجرنز. مين يا دكتورة الحاجات دي؟ دي عبارة عن عائلات كبيرة من البروتينات هي اللي مسؤولة عن إنها تعمل الكام اللي هو الترانس ميمبرين بروتينز دول. حلو؟ العائلات دي تحتها اسامي كتير قوي، كويس الكلام، تحتها اسامي كتير قوي، زي ما اقول مثلا عيله الرواشده تحتها ناس كتير، السرايره تحتها ناس كتير، كويس الكلام، لكن التايتل الكبير هو مثلا السرايره او الرواشده. فهنا كده برضو الكادهرن والسيلكتن والاميونوجلوبولين سوبر فاميلي والانتيجرنز. الوحيد العيله الوحيده اللي مسؤوله على انها تعمل السيل للبيسمنت ميمبرين او السيل للاكسترا سيلولار ماتريكس جانكشن هم الانتيجرنز، الباقيين ما بيعملوش بتاع الايه السيل تو ماتريكس جانكشن. طيب الرسمه دي، الرسمه دي بتلخص الحدوته اللي انا قلتها، اللي فوق دي ده عباره عن سيل ميمبرين، واللي تحت ده عباره عن انذر سيل ميمبرين، يعني دي عباره عن خليتين اتنين جنب بعض. حلو، لو بصينا على السهم الاحمر ده، ادي الخليه دي، ادي الكام بتاعها طالع شابك في الكام بتاع الخليه اللي جنبها، والاثنين كام شبه بعض، يبقى دول اكيد هوموفيليك بايندينج. تمام،
وبعدين سوري الخلية الثانية السهم الأحمر الثاني، الخلية طالع منها كام؟ شابك مع الكام بتاع الخلية اللي جنبها، والاثنين شبه بعض برضو، ده هوموفيليك انتر اكشن. طيب الخلية دي طالع منها كام؟ شابك في الكام بتاع الخلية اللي جنبها، بس الاثنين مش شبه بعض. كويس الكلام؟ ده نسميه هيتروفيليك رياكشن انتر اكشن او بايندينج. نبص على النوع ده، انسوا خالص ان في خليه تحت هنا، اعتبروا ان المنطقه دي اكسترا سيلولار ماتريكس. الانتيجرين شابك مع البروتينات اللي او كان موجود في الاكسترا سيلولار ماتريكس، مش شابك مع حاجه في خليه ثانيه. فده النوع الوحيد بتاع الاكسترا سيلولار ماتريكس. كويس؟ الباقيين بقى السيلكتين والكادهرين والاميونوجلوبولين سوبر فاميلي، دولت مع السيل تو سيل اديشن كما في الصوره دي. تمام؟ طيب ندخل بقى على الايه؟ على ال يعني ايه ما اقول epithelial cells are polar in nature. كلمه polar او البولاريتي معناها قطبيه. قطبيه يعني ايه؟ يعني الخليه دي لازم ليها وضع معين، ما ينفعش تتغير عنه. ليها وضع معين زي ما هي كده بتبقى واقفه، ليها ابيكال سيرفيس سطح علوي، وليها لاترال سيرفيسز يعني جناب، وليها بيزال سيرفيس يعني تحت. ولازم الابيكال سيرفيس يبقى الفوق والجناب بالجنب والبيزال سيرفيس بيزال، ما ينفعش اي واحد منهم يتغير، ولا ينفع هي تنام على جنبها ولا تبقى رجليها تحت وراسها فوق، او راسها تحت ورجليها فوق، ما ينفعش، لازم تبقى كده. كويس الكلام؟ الابيثيليال سيلز كويس الكلام ليها بولاريتي، يعني لازم تبقى في المنظر ده دايما. كويس؟ ولازم تبقى دايما تحتها في بيسمنت ممبرين. كويس؟ الابيثيليال سيلز بتمسك مع بعض زي ما انتم شايفين، لو بصيتوا على الجنب كده شوفوا كل الحاجات اللي في الجنب دي، دي عباره عن انتر سيلولار جانكشن، بتمسك مع نفسها وبتمسك مع البيسمنت ممبرين اللي تحتها. مهمه الحدوته دي؟ اه مهمه، علشان الخلايا تبقى سبورتد وتبقى هولد للتيشو اللي هي فيه في مكان، لانكم هتشوفوا دلوقتي صور لما الدنيا دي تتلخبط ايه اللي هيحصل. طيب دي معناها البولاريتي. يبقى احنا اتفقنا ان جسمنا فيه كم نوع من انواع التيشوز؟ في اربع انواع من التيشوز، قلت لكم في ابيثيليال تيشو، وفي كونكتيف تيشو، وفي ماسكولار تيشو، وفي نيرفس تيشو. تخيلوا ان انا عندي انواع كتير جدا من الجانكشن، كل انواع الجانكشنز موجوده مع الابيثيليال تيشو، لكن الباقيين ممكن يكون معاه واحد او اثنين من الانواع. كويس الكلام؟ لكن كل الانواع موجوده في الابيثيليال تيشو. اما اتكلم عن السيل جانكشن واقول ان هو مالتي بروتين كومبلكس، انا عاوزاكم تبصوا على الصوره دي وما تتخضوش، والصوره دي توضيحيه. مالتي بروتين كومبلكس يعني ايه؟ ده منظر خليه جنب خليه، والاثنين عبعتين لبعض حاجات كده زي روابط ما بينهم وبين بعض. شايفين كل الالوان دي؟ كل لون من دول يا ولاد بيمثل بروتين، فده معناها انه مش بروتين واحد اللي بيعمل الجانكشن، ده اكتر من بروتين، عشان كده بنسميها مالتي بروتين كومبلكس. فشايفين البني ده البربل بروتين، والاحمر بروتين، والازرق اللي طالع ده بروتين، اتس مالتي بروتين كومبلكس، دي الجانكشن. كويس؟ طيب الانواع الجانكشن ايه بقى؟ انواع الجانكشن عندي واحد اثنين ثلاثه الكبار. عندي اول واحد اسمه اوكلودنج جانكشن، شايفين الرسمه اللي على الجنب؟ شايفين اللي لونه اخضر ده اللي عامل زي السحاب؟ ده اللي اسمه الاوكلودنج او التاي جانكشن. ومهم هنا تعرفوا الاسم العلمي اللي هو الاوكلودنج، وتعرفوا التايت، يعني احفظوا الاثنين. اوكلودنج او تايت معناها نفس الاسم. الجانكشن ده دايما هو اعلى واحد في الجانكشنز، الخليه دي والخليه دي اعلى واحد في الجانكشن، او الابيكال وان او الفيرست وان هو ده. الجانكشن ده مهم جدا، سحاب بيقفل بيمنع اي حاجه تعدي ما بين الخليتين او الخلايا وبعضها، ممنوع حتى الميه، حتى الايونز ما تعديش ما بين الخلايا وبعضها. الميه والايونز عايزه تعدي، تعدي من خلال الابيكال سيرفيس بتاع الخلايا. الجانكشن ده ما بيمنع مرور اي حاجه. طيب النوع الثاني اسمه الانكورنج جانكشن. الانكورنج جانكشن ده تحته ثلاث انواع. كويس الكلام؟ الانكورنج جانكشن ده ادي مثال عليه، ادي نمره 2 دي، وعندي ده كمان نوع من انواعه،
واللي ما بين الخليه والبيسمنت ممبرين بتاعها ده النوع الثالث. النوع ده من الجانكشن بيربط الخليه مع بعضها عن طريق جسور، بيبقى فيه جسر، بيبقى فيه مسافه ما بين الخليه والخليه، وبيربط الخليه من جوه بالسيتوسكيلتون بتاعها، بيمسك في السيتوسكيلتون بتاعها وتروح للسيتوسكيلتون بتاع، ماسك في السيتوسكيلتون بتاع الخلايا من جوه. كويس، فايدته ده ايه؟ بيدي ميكانيكال سبورت، وبيدي قدره على الاسترتش واستحمال اللي بيسموها استرتش، معناه انا ايه، اشد حاجه كده في الاورجنز عندي اللي بيبقى حصل فيها استرتش، تتملي، بتتملي او بت ايه زي اليورينري بلادر، المثانه البوليه دي مش بتتملي باليورين فبيحصل لها استرتش. فالنوع ده من الجانكشنز بيسمح للخلايا انها تستحمل الاسترتش. طيب الجاب جانكشن النوع الاخير تحته نوعين اتنين، في له نوعين اتنين تحت، ده عامل زي الانفاق ما بين الخلايا، ده هو ده منظره، عباره عن نفق ونفق والاتنين بيتقابلوا، وبيسمح بمرور الكيميكال والالكتريكال انفورميشن بتوين الادجيسنت سيلز. يبقى زي ما انتم شايفين كل واحد له ايه؟ له فانكشن. طيب ادي الصوره عباره عن رسم توضيحي لانواع الجانكشن اللي هنشوفها. احنا اتفقنا الانكورنج جانكشن ثلاث انواع، ادي واحد سهل، وادي الثاني، وادي الثالث. الاولاني بنسميه ادهيرنس جانكشن او ادهيرنس جانكشن، الثاني اللي عامل زي القرص ده بنسميه اللي تحت خالص ده بنسميه هيمي ديسموزوم. النوع اللي رقم بي اسمه الاوكلودنج جانكشن او التاي جانكشن اللي عامل زي السحاب. كويس الكلام، ممكن نسميه كمان زونيولا اوكلودنس. كويس، وده اتفقنا دايما ان هو اول نوع، يعني انا حاطه الرسم التوضيحي بس في الخلايا ده بيبقى لفوق، نمره واحد فوق. بعد كده عندي التشانل فورمنج جانكشن او اللي بسميه الجاب جانكشن، وبعدين عندي بعد كده سيجنال ريلاينج جانكشن او السينابس، وده نوع من انواع الخاصه جدا بتاعه الايه، الجاب جانكشن، نوع من انواع، يعني نوع متميز من انواع الجاب جانكشن، كله هيتضح بعدين. نعم ترى ممكن تعيدي رقم A و B لأن الصوت قطع. حاضر، رقم A، رقم A بتمثل النوع من الجانكشن اللي أنا سميته anchoring junction. كويس، هرجعها عشان تشوفوها تاني. anchoring junction، الانكورينج جانكشن ده تحته ثلاث أنواع، الأولاني اللي هو فوق ده بنسميه adherence junction، النوع اللي بعده بنسميه ديسموزوم، النوع الثالث بنسميه هيمي ديسموزوم. الثلاث انواع دولت بيقعوا تحت مسمى الانكورنج جانكشن. كويس، لانهم بيمسكوا في السيتوسكيلتون بتاع الخليه. النوع الثاني اللي هو بي اللي بنسميه الاوكلودنج جانكشن او تايت جانكشن او زونيولا اوكلودنس، الثلاث اسامي دول بتوع الجانكشن ده، ده اللي عامل زي السحاب. النوع الثالث اللي هو channel forming junction اللي احنا بنسميه الجاب، الانفاق اللي بتعدي الحاجه من الخليه رايح جاي، بيوصلوا لبعض اللي هم عاوزينه. الرابع اسمه signal relaying junction او له اسم تاني اسمه السينابس، وده نوع متميز من الجاب جانكشن، هنعرف تفاصيله واحنا جايين later on. يبقى دي انواع الجانكشن اللي موجوده فينا as a multicellular organism. طيب اشرح يا دكتور. هنشرح اول واحد اللي هو عامل زي السحاب اللي اسمه التايت جانكشن، اسم تاني اوكلودنج جانكشن، اسم تالت زونيولا اوكلودنز، التلات اسامي يتحفظوا. النوع ده من الجانكشن بيقفل الابيثيليال سيلز، كويس الكلام، بيبرشمها، ما بيسمحش بحاجه تعدي ما بين الخليه والخليه الثانيه، حتى الميه وحتى الايونز. كويس، لو انتوا شايفين الرسمه اللي جنبها الخلايا اللي لونها اخضر، الخلايا بتاعتنا يا ولاد في الحقيقه عباره عن 3D، عباره عن مكعبات جنب بعضها. النوع ده من الجانكشن بيحزم الخلايا مع بعضها من فوق زي الحزام، بيلف حوالين الخلايا مع بعضها، مع الخليه حواليها من كل الجهات في خلايا، فهو بيبرشم الخليه مع اللي حواليها زي الحزام، بيلف الخلايا، بيبقى ماشي مع الخلايا مع بعضها كانه حزام. built like structure،
بينسيركل كومبليتلي ايه اني حته في الخلايا الموست ابيكال بارت، الحته اعلى حته في الخليه، بيلف ويحزم الخلايا كلها مع بعضها، يقفلها، يمنع اي حاجه تعدي. كويس، قلنا حتى الووتر والايون. طيب امال الميه والايونز يعدوا ازاي؟ مجبرين يعدوا من خلال سطح الخليه من فوق، من خلال قنوات معينه. تمام، طيب عند الجنكشن ده الخلايا زي ما بتقولوا بايه، بيلتحموا مع بعض، الجدار بتاع الخليتين بيلتحموا مع بعض يعملوا حاجز. حاجز بالانجليزي يعني بارير، والبارير ده ايه؟ امبيرميبل. امبيرميبل يعني غير منفذ، له اسم تاني بيسموه ديفيوجن بارير، يعني بيمنع اي حاجه تعدي خالص. طب يا دكتوره مين اللي بيعمل البارير ده؟ اتفقنا ان اللي بيعمل الحاجز ده بروتينز اسمها الكام، والكام دي عباره عن انتجرال بروتينز او انترنسك بروتينز في الممبرين. اساميهم ايه؟ اساميهم شبه اسم الجنكشن اللي بيعملوه، اوكلودنز وكلودنز. تحفظوا الاسمين دول زي اساميكم، اوكلودنز وكلودنز، هم دولت الاثنين بروتينز اللي بيعملوا الزونيولا اوكلودنز او التاي جنكشن. تمام، اوكلودنز وكلودنز. معظم الجنكشنز دي بتحتاج الكالسيوم علشان تحصل لها ايه، عشان تقوم بالفانكشن بتاعتها كويس، بتحتاج الكالسيوم ايون عشان تقوم بالفانكشن بتاعها كويس. طيب الاوكلودن والكلودن، ادي بصوا على الرسمه دي، ادي الاخضر اللي فوق ده التاي جنكشن، والكام مولكيولز اللي بتعمله الاوكلودن والكلودن. تمام، وهو بيسيل يعني بيبرشم، يعني بيقفل السبيس اللي بين الخليتين. تمام، طيب ادي الدايره طالعه توريكم مكان التاي جنكشن. طيب السؤال بقى، فايدته ايه ده يا دكتوره؟ ده لما ده بيمنع مرور كل حاجه، ايه فايدته؟ على فكره طول ما انتوا هتاخدوا في الطب في سنه تانيه وفي سنه تالته هتسمعوا ان في الجسم فيه باريرز كتير، جسمنا فيه باريرز كتير موجوده في الديفرنت اورجانز بتاعت جسمنا. بس انا هديكم مثال على اهميه البارير ده او على اهميه الايه التاي جنكشن ده. بصوا على البرين بتاعنا، البرين بتاعنا معمول من ايه؟ معمول من خلايا عصبيه، والخلايا العصبيه دي مش سهله تتجدد، ده الخلايا العصبيه دي لو حصل لها دامج خلاص بقت irreversible، يعني بمعنى اصح مفيش ايه، ما تتجددش وترجع تاني. طب البرين بيخش له اوعيه دمويه زي ما انتم شايفين. طيب هنكبر الرسمه شويه، الوعاء الدموي اللي انتم شايفينه ده مليان ايه؟ مليان دم. حلو، الوعاء الدموي ده الانبوبه الحمراء اللي ماشيه دي، الجدار بتاعها متبطن بخلايا بالعرض صغيره كده، الخلايا دي ماسكه مع بعضها بالجنكشن اللي انا قلت عليه. طب فايدته ايه؟ فايدته ان الدم اللي بيعدي ده، ما هو زي ما جايب للبرين او للسي ان اس او للدماغ بتاعنا حاجات مهمه هو عايزها، ممكن يكون جايب معاه ميكروبات وفيروسز وتوكسينز ودراجز وحاجات ممكن تضر الخلايا العصبيه بتاعه مخنا. فحاجات الفانكشنز اللي ما بين الخلايا دي بتمنع مرور الحاجات الضاره دي للخلايا العصبيه فتحافظ عليها. كويس الكلام؟ طيب حاجه ثانيه، احنا قلنا ان ادي الخلايا الابيثيليال سيلز بتمسك مع بعضها بتايت جنكشن. طيب ده بيحافظ على حاجه اسمها البولاريتي بتاعه الخليه. انت قلتي البولاريتي معناها ان ليها سطح وليها لاترال سايدز وليها بيز، وده فايدته ايه يا دكتور؟ هقول لك فايدته ايه. فايدته انك لما تمسك الخليتين بتاي جنكشن من هنا، يمنع اي حاجه تمر واي حاجه تتحرك، ان في بروتينات موجوده على السطح فوق هنا بتعمل فانكشن معينه، ممكن تكون ريسبتور وممكن تكون بوابات، يمنع انها تتحرك تتزحلق تروح تيجي على الناحيه الجنب او على الجنب او تنزل تحت. فاحنا عندنا مهم عشان يحافظ على البولاريتي بتاعه الخليه من ان البروتينات اللي موجوده عليها تتحرك وتروح يمين وشمال، فهي لما هتتحرك الفانكشن هتتلخبط، مش كده ولا لا؟ الريسبتورز دايما بتبقى موجوده على الابيكال سيرفيس بتاع اي خليه، لو اتحركت الريسبتورز دي بروتينز، لو اتحركت طب خلاص الفانكشن بس. تاني حاجة بيسمح بمرور الحاجة في اتجاه واحد،
ما يخليش قلنا المية والآيونز تعدي ما بين الاتنين، لا هتعدي من خلال بوابات معينة موجودة على الابيكال سيرفيس، ومش المية والآيونز بس، أي حاجة تانية، كويس الكلام، يخليها تعدي من خلال البوابات بتاعتها لما تدخل جوه تعمل الفانكشن بالطريقة المظبوطة اللي هي لازم تتعمل بيها. فدي فايدة التايت جانكشن. مثال تاني، تسمعوا عن ان طلعت من فتره كده يقول لك الايه، لما تروح تشتري خبز يقول لك ده جلوتين، جلوتين فري، جلوتين فري. هو ايه الجلوتين فري ده؟ الجلوتين ده انتوا عارفين ده نوع من انواع الدقيق اللي موجود في القمح، حلو الكلام. الجلوتين ده بعض الناس عندها حساسيه للجلوتين ده، لما تاكله هتتعب. هتتعب ازاي؟ الجلوتين ده بيروح للاوكلودين والكلودين اللي هم الكام بتوع التايت جانكشن ويكسرهم. ما انت بتاكله في الاكل بتاعك، ينزل مع بعد الهضم في المعده، يروح على السمول انتستين، الامعاء الدقيقه. الامعاء الدقيقه بتاعتك ده المنظر بتاعها، خلاياها ماسكه مع بعض من فوق بتايت جانكشن. النوع ده الجلوتين بتاع القمح ده في ناس عندها حساسيه منه، فبيروح يكسر الاوكلودين والكلودين بتاع التايت جانكشن، فالتايت جانكشن ده ايه؟ يبوظ. فلما يبوظ الجانكشن يحصل ايه؟ كل حاجه موجوده في المعده، الامعاء بتاعتك، في السمول انتستين بتاعتك، هتليك وتوصل للبلط، منها بقى البكتيريا ومنها الفيروسز ومنها كل المشاكل، وتسافر مع البلط الى كل اجزاء جسمك تعمل لك مشاكل everywhere. فانت عندك التايت جانكشن ده عامل انتستاينال بارير، عامل حاجز في الانتستين بيحمي الانتستين من ان اي حاجه تعدي تروح للدم وتوصل لجسمك. فانت لما الناس اللي عندها حساسيه للجلوتين بيجي لها حاجه اسمها ليكي جات سندروم. ليكي جات سندروم يعني كسر الحاجز اللي بين الخلايا، فالمشاكل كلها دخلت ما بين الخلايا وصلت للدم، ومن الدم انتشرت لكل انحاء جسمك. الرسم ده توضيحي، كويس الكلام، بيوريك ما المقصود بالليكي جات سندروم، وايه هو اللي نتجت نتيجه لايه. فشفت الجانكشن اللي موجود في جسمك ده مهم ازاي. طيب معظم الكانسرز، الاورام اللي بتحصل اصلها بيبقى ابيثيليال ان اوريجين، كويس الكلام، اصلها بيبقى ابيثيليال ان اوريجين. هو الكانسر ايه مشكله الكانسر؟ ان بيحصل ان هو بيعمل ميتاستاسيس. ميتاستاسيس يعني ايه؟ يعني خلايا كانسر اتكون في حته، تبص تلاقي الخلايا طلعت راحت، مثلا كان في كانسر في الليفر، في الكبد، طلع ووصل للبنكرياس، وممكن وصل كمان لللونج، للرئتين، وممكن بعت ميتاستاسيس للبرين، وبعت ميتاستاسيس للبون. هو ايه المشكله؟ بيعمل ميتاستاسيس ليه؟ اصل خلايا السرطان يا اولاد فيها داون ريجيوليشن للنوع ده من انواع الجانكشن. يعني ايه؟ يعني ما فيهاش الجانكشن ده. فبما ان ما فيهاش الجانكشن ما بتمسكش في بعضها قوي. فلما ما بتمسكش في بعضها قوي سهل قوي انها تدسوسييت وتسافر بقى مع الدم وتروح تزرع نفسها في حتت تانية وتعمل لي اللي اسمه ميتاستاسيس. ففهمتوا فايدة الجانكشن ده ايه؟ معظم العلاجات بتاعت السرطان دلوقتي بتحاول تعمل ايه؟ تعمل علاج او تعمل حاجه تنهانس او تتخلق او تعمل يعني بروموشن، تعزيز، لان البروتينات بتاعت الايه؟ التايت جانكشن ده تظهر في السرطان، فخلايا السرطان تمسك في نفسها في بعضها، ويبقى صعب ان هي تدسوشيت من بعضها وتبقى ايه؟ وتعمل المشاكل دي. فالعلاجات دلوقتي بتفكر في الطريق ده. فده الايه يعني من ضمن الحاجات بتاعه التايت جانكشن. كده احنا خلصنا التايت جانكشن، خلصنا الهيئه بتاعته ايه، خلصنا ميزته ايه وبيبقى موجود فين، وادينا امثله على النوع ده من الجانكشن. نيجي للنوع الثاني اللي احنا سميناه الانكورينج جانكشن. تبع الرسمه اللي انا وريتها لكم كان معمول من ثلاث انحاجات، قلنا adherence junction وديسموزوم وهيمي ديسموزوم. الادهيرنس جانكشن والديسموزوم العين الاثنين دول بيبقوا ما بين الخلايا وبعضها سيل سيل، لكن الهيمي ديسموزوم بيبقى ما بين السيل والماتريكس. بصوا على الرسمه دي،
adherence junction والديسموزوم، الاثنين دولت تبع الانكورنج جانكشن بس ما بين الخليه والخليه. النوع الاخير اللي هو الثالث اللي هو الهيمي ديسموزوم اللي لونه احمر ده عباره عن جانكشن ما بين الخليه والبيسمنت ميمبرين. كويس، بصوا على المنظر بالرسمه اللون اللي الرسمه اللي باللون الاحمر دي، ده منظر الخليه من جوه بيوريكم منظر الجانكشنز من جوه ما بين الخلايا عامل ازاي، وجوه الخلايا ماسك في السيتوسكيلتون. احنا اتفقنا ان النوع ده انكورنج لانه بيبقى ماسك في السيتوسكيلتون، ده بيمسك في السيتوسكيلتون اكتن وكيراتين. طيب هات لنا اول نوع فهمينا. ادي هنا ده اللي لونه اللي فوق ده الادهرنس، واللي عامل زي زراير القميص ده اللي لونها ازرق دي ده الديسموزوم، والاخراني خالص اللي تحت ده الهيمي ديسموزوم. طيب الادهرنس جانكشن اسمه علمي زونيولا ادهرنس، كويس، او ادهيرنس، الاثنين صح، احفظوا الاسم. النوع ده من ايه؟ بتعمله انتجرال ميمبرين بروتين كام، حلو الكلام، بيربط الخلايا مع بعضها وبيربط الخلايا مع السيتوسكيلتون اللي جواها. طيب ايه الادهرنس جانكشن ده؟ عامل زي حزام هو كمان، كويس، بس دايما بيبقى تحت التايت جانكشن. التايت جانكشن هو الاول وده نمره اتنين، بيلف حوالين الخلايا زي حزام، بس خلوا بالكم ده ما بيعملش سيلينج، ما بيقفلش الخلايا مع بعضها، ده بيخلي ما بين الخليه والخليه الثانيه جسر. عشان قلت لكم النوع ده من الجانكشن بيبقى معمول عشان الخلايا تتحمل الاسترتش تبقى مطاطه، ما هو اللي فوق ده لو كل الجانكشن من النوع اللي هو سيلينج ده اللي هو النوع التايت ده، الخلايا لما يحصل استرتش هتتمزع من بعضها. فالنوع ده بيدي نوع ايه؟ بيدي استرتش، بيخلي الخلايا تتحمل الاسترتش. الام الرحم بتاعها بيكبر ويبقى مليان بيبي جوه، في عيل وبطنها بتكبر بتبقى قد كده، لو ما كانش ما بين الخلايا بتاعتها ومن ما بينها وما بين بعضها النوع ده من الجانكشن كانت الخلايا اتفككت من بعض. تمام، بنقول موجود فين؟ في التيشوز اللي هي subject to stress او to stretch علشان يقاوم السيباريشن بتاعه السيلز during اي contraction، زي في البلادر اللي هي المثانه البوليه، وزي في اليوترس الرحم، وزي في جلدك. كل واحد منكم كده يمسك ايده ويشد الجلد بتاعه ويسيب ايده، هيحصل ايه؟ جلده هيطلع في ايده ولا الجلد هيرجع تاني لمكانه؟ هيرجع تاني لمكانه عشان فيه ستريتش، فيه مقاومه للسيباريشن، او بمعنى اصح مقاومه للستريتش. ايه هنا في ميزه؟ هناك التو سيل ميمبرينز في حاله التايت جانكشن ما فيش سبيس، السحاب قافل الاثنين جنب بعض، لكن في حاله الادهيرنس جانكشن في نارو سبيس، قلت لكم في جسر متعلق، في السبيس ده بيبقى فيه جسر ما بين الايه التو سيلز. بيقول هنا ان السيتوبلازميك سيرفيس بتاع الادجيسنت سيل بتاعه الادجيسنت ميمبرينز، انا مش شايفه مكتوبه ايه، مهم، في بينهم وبين بعض ايه سبيس. نبص على الرسمه دي. طيب ادي سيل ميمبرين، ادي سيل، كويس، وادي السيل ميمبرين بتاعها، والزرقاء الثانيه دي انذر سيل، وادي السيل ميمبرين بتاعها. ايه بقى؟ احنا قلنا كل واحد معمول من بروتينات مخصوصه. البروتينات اللي بتعمل الجانكشن ده نوعين، كادهرن وكاتنن. كادهرن وايه؟ وكاتنن. كل اللي لونه اخضر ده اسمه الكادهرن اللي بيعمل الجسر، ما احنا قلنا فيه سبيس ما بين الخليتين، كويس، اللي بيعمل اللي لونه اخضر ده الجسر اللي هو الكادهرن. طب الكادهرن ده متعلق في ايه؟ متعلق في انذر ميمبرين جوه، في انذر بروتين لونه ازرق جوه اسمه الكاتنن، بعض الاجانب بيسموه كاتينن لكن هو احنا اسهل بنقولها كاتنن، حلو، يبقى الكادهرن والكاتنن. طب الكاتنن اللي لونه ازرق احنا قلنا النوع ده لازم يكون ماسك في سيتوسكيلتون، بيمسك في مين جوه؟ بيمسك في جوه في السيتوسكيلتون اللي اسمه اكتن، اللي هو الفيلمنت اللي ارفع نوع من انواع الفيلمنت اللي موجوده في خلايانا اللي اسمها الاكتن، كويس؟ طيب ادينا مثال على ده يا دكتوره. هقول لك، انت عارف السمول انتستن بتاعتنا، بص على الرسمه اللي تحت دي، السمول انتستن بتاعتنا فيها خلايا، كويس، علشان خاطر تعمل ابزوربشن،
absorption يعني ايه؟ يعني امتصاص للطعام. لو بصيت على الخلايا اللي بتبطن الامعاء الدقيقه بتاعتنا هتلاقي ان الخليه طالع منها شعر كتير كده، زوائد كتير كده عامله زي الصوابع. حلو؟ الزوائد الكتير اللي طالعه على السيرفيس دي احنا بنسميها مايكروفيلاي. حلو؟ المايكروفيلاي دي فايدتها ايه؟ الزوائد دي بتزود مساحه السطح اللي موجود بتاع الخليه علشان الخليه تمتص اكبر كميه ممكنه من الاكل اللي بيعدي جوه السمول انتست. كويس؟ يبقى بتزود ايه؟ مساحه السطح. تخيل لو ان الزوائد دي ملهاش دعامه من جوه تمسكها. ملهاش دعامه من جوه تمسكها، هيحصل ايه؟ هتتطبق وتبقى كولابسد وتبقى نايمه على السيرفس بتاع الخليه من فوق ومش هيبقى لها لازمه. ايه الدعامه اللي ماسكه الزوائد دي من جوه؟ ماسكاها من جوه خيوط رفيعه اللي انتوا شايفينها دي اسمها اكتين فيلامنت. حلو؟ طب الاكتين فيلامنت دي هتتعلق في الهواء لما ننزل لتحت كده ونشوفها، متعلقه جوه الخليه البيز بتاعها متعلق في الهواء، ما هو لازم يمسك في حاجه تعمل لها سبورت. ماسكه في ايه؟ ماسكه في الاكتين فيلامنت اللي هي بتاعه الادهرنس جانكشن اللي جايب الخليه من الناحيه اليمين للناحيه الشمال. كويس؟ فانت التيرمينال ويب ده مبقى موجود عند الابيكال سيرفيس بتاعه الانتستين بتاعتنا، احنا بنسميه مايكرو، بتبقى اي ابيثيليال سيلز في الانتستين بيبقى ليها مايكروفيلاي. المايكروفيلاي متدعمه بجوه باكتين فيلامنت، الاكتين فيلامنت دي ماسكه في الاكتين فيلامنت بتاعه الادهرنس اللي هو الزونيولا ادهرنس اللي جايب الخليه من عرض للعرض. تمام؟ ده مثال على الادهرنس جانكشن، وقلنا بيبقى النوع ده لازم يكون ماسك في سيتوسكلتون جوه الخليه علشان يخلي الخليه تقاوم الاسترتش ويخلي ويديها سبورت. ما هو اصل الفيلاي دي لما الدعامه بتاعتها دي بتخلي بتدي سبيس ما بين الفيلاي كمان عشان الفيلاي ما تبقاش لازقه في بعضها، يعني بيخليها واقفه زي ما انتم شايفين كده، يزوق. ما هي لو لازقه في بعضها قوي الاكل مش هيعرف جوه يدخل يعمل ابزوربشن، فبيديها مساحه لما يحصل كونتراكشن للخيوط اللي بالعرض دي هتشد على الخطوط اللي بالطول فتفتح المسافات اللي ما بين المايكروفيلاي دول فتزود السيرفس اريا فور ابزوربشن. تمام؟ ده الادهرنس جانكشن. نيجي للنوع الثاني في الانكورنج جانكشنز اللي اسمه الديسموزوم اللي عامل زي الزراير. امال ايه الفرق ما بين ده وما بين الادهرنس جانكشن؟ الادهرنس جانكشن عامل زي الحزام لكن ده عامل زي الزراير. حلو الكلام؟ الادهرنس جانكشن دايما بيبقى فوق بس تحت التايت جانكشن. ده بيبقى موجود متوزع everywhere على على الجناب بتاعت الخليه، موجود في كل حته من الجناب فوق وتحت وزي ما انتم شايفين كده زراير everywhere. دايما شكله عامل زي الديسك، ديسك ما بيعملش حزام، بس بنسميه سبوت لايك. النوع ده اقوى شويه من الادهرنس جانكشن، ده ميزته ان هو اقوى شويه من الادهرنس جانكشن. كويس؟ ايه الفكره؟ الفكره ان عندي ادي خليه وادي خليه، الخليتين الاثنين كل واحده منهم فيها زرار، كل زرار لازم يكون قصاده في الخليه الثانيه زرار شبهه. كويس؟ الاثنين بيطلعوا جسر ما بينهم وما بين بعض. كويس الكلام؟ يربط الخليتين من بعض، ومن جوه بيبقى ماسك في نوع ثاني من انواع السيتوسكيلتون بتاعه الخليه اسمه كيراتين. حلو؟ طب امال مين الكام او البروتين اللي بيعمل النوع ده من الجانكشن يا دكتوره؟ نوعين اتنين، الديسموجلين والديسموكولين. كويس الكلام؟ والاقراص اللي هي عامله زي زراير بنسميها ديسمو بلاك. نبص على النوع ده، بص على المنظر ده، شايفين اللون اللي بالاصفر؟ ادي عندي زرار او قرص وادي قرص، والاثنين موجودين على السيتوبلازميك سايد بتاع الخليه، كل واحد جوه على يعني في السيتوبلازميك سايد بتاع الخليه. ما بين الخليتين الاثنين في سبيس، بيطلع فيه الجسر ما بين الاثنين الايه؟ القرصين الاثنين، كل قرص من دول اسمه ديسمو بلاك. حلو؟ الجسر معمول بايه؟ معمول بالديسمو جلين والديسمو كولين، هو ده الترانس ميمبرين بروتين او الكام بروتين.
امال القرص شابك في جوه مين؟ شابك في الكيراتين. حلو. النوع ده بقى موجود فين؟ قلنا النوع ده ايه ميزته؟ انه بيستحمل يا دكتوره الاسترتش. هلاقيه فين؟ سيادتك عندك في الهارت بتاعك نوع من انواع العضلات اسمه العضلات القلبيه، مش كده؟ العضله القلبيه دي انت نايم وانت قايم وانت بتاكل وانت بتشرب مش حاسس، هي عماله تنقبض وبتنقبض بقوه عشان تدفع الدم اللي هو جواها توديه للجسم كله. العضلات دي لو ما فيش ما بينها وما بين بعض جانكشن كويس يمسكها مع بعض ويخليها فليكسبل هتفك من بعضها. كويس الكلام؟ اهو النوع ده من انواع الجانكشن موجود في الهارت بتاعك، في ما بين الكاردياك ماسلز بتاعتك. له اسم تاني، ايوه اسمه انتركاليتد ديسكس. كويس الكلام؟ في هنا كاف كي زياده يبقى نشيلها، انتركاليتد ديسكس. طب موجود فين كمان؟ موجود في جلدك. بص على المنظر اللي هو في النص ده، دي خلايا طبقه الجلد بتاعك. الجلد بتاعك معمول حمايه، ده بارير، ده جسم رب حاجه حاجز ربنا حطه لك عشان يحميك من الايه؟ المشاكل اللي في الانفايرومنت اللي حواليك والميكروبات اللي حواليك. جسمنا معمول من اكتر من طبقه من الخلايا، شايفين الاقراص الخضراء اللي ماسكاه مع بعض دي؟ كويس الكلام. الاقراص اللي مع بعض دي ماسكه الطبقات اللي من الخلايا دي ما بينها وما بين بعضها كويس قوي، عامله حمايه محترمه. في لما هتشتغل في الجلديه في مرض اسمه بيمفيجاس فالجارس. ايه بيمفيجاس فالجارس ده؟ الناس دولت يا عيني عندهم اوتو اميون ديزيز. ايه اللي بيحصل؟ جسمهم بيطلع اجسام مضاده ضد البروتين اللي بيعمل الديسموزوم ده، اللي هو الديسموجلين والديسموكولين، بيكسر الديسموجلين والديسموكولين بتاع الجانكشن ده، فينتج عنها ايه؟ خلايا جسمهم ما بتمسكش مع بعضها، طبقه الجلد بتاعتك ما فيش، مش ماسكه مع بعضها، متهرقه عامله قرح. يا عيني العيانين دول جسمهم زي ما انت شايف كده بتبقى كل قرح قرح، وممكن يموتوا كمان نتيجه طبعا القرح دي. جلدك ما فيش جلد، انت ما الجلد مش موجود، فنتيجه لكده انت متعرض للانفكشن، متعرض للتروما، متعرض لحاجات كتيره جدا. فالمرض ده نتيجه ديفكت في اوتو اميون ديزيز، جسمك بيطلع او جسم المريض بيطلع اجسام مضاده ضد نوع البروتين ده اللي بيعمل الجانكشن ده. كويس الكلام. اسمه بيمفيجاس فالجاس. طيب دكتورة الصورة اللي بالنص مطلوب منا حفظها لأنها مش موجودة. لا يا حبيبي، توضيحي توضيحي إلى الآن أنا كل الرسومات بقول توضيحي، تمام؟ لأنها مش معنا بالسلايد، مش موجودة. بس أنا ادوني فرصة في المحاضرة دي أبص على الرسومات، لأن فيها رسومات ممكن أجيب لك رسومة وأقول لك إيه أرو ويتش تايب أوف جانكشن إز ذس، تمام؟ تمام. إيه لكن الصورة دي اللي في الصفحة دي دي توضيحي فقط، تمام؟ لكن ممكن هقعد مع نفسي واختار لكم رسمتين ثلاثه واقول لكم ركزوا عليهم دولت ايه احب انكم تعرفوا، تمام؟ خلاص ان شاء الله ان شاء الله. طيب نيجي بقى للنوع الثاني اللي هو الهيمي ديسموزوم. الهيمي ديسموزوم اتفقنا ان هو ما بين مين ومين؟ ما بين السيلز وما بين البيسمنت ميمبرين، يعني ده انا مش هلاقيه الا مع الابيثيليال تيشو. كويس؟ سيل بيزل لامي بيبقى موجود دايما عند البيز، عند البيزل سايد او عند البيز بتاع الابيثيليال سيلز. طيب مين البروتين اللي بيعمله؟ مين الكام بروتين بيعمله؟ نرجع لاول المحاضره، هي عيله واحده بس اللي ماسكه الموضوع ده اللي هي عيله الانتيجرين. الانتيجرين بيبقى ماسك جوه في سايتوسكيلتون، ماسك في مين جوه سايتوسكيلتون؟ ماسك في كيراتين فيلامنت جوه الخليه. طب امال هو ماسك تحت مع مين؟ بصوا على الرسمه اللي تحت، ادي الانتيجرين اللي هو عباره عن خطوط لونها اخضر نازله ماسكه في الايه؟ في البيزمنت ممبرين تحت في الكولاجين، في الكولاجين اللي موجود في البيزمنت ممبرين وفي اللامينين. طب البروتين ده الاخر بيعمل مرض، في مرض في نوع من انواع الامراض في الجلديه اسمها بولس بيمفيجويد. بولس بيمفيجويد دي لو حصل اوتو اميون ديزيز برضه، لو حصل ان الاجسام المضاده ضربت لك او ضربت الانتيجرين بروتين ده، طبقتين الجلد بتوعك هيفكوا عن بعض. ما هو انت عندك الجلد بتاعنا ماسك عباره يعني ماسك في البيسمنت ممبرين اللي تحته، هيفك، فهتبص تلاقي العيان ده جسمه من تحت فيه حتت عامله زي ما تكون مجمعه ميه، يعني عامله زي عارف لما تنحرق وبعد شويه
تلاقي ان في اتعمل لك بنسميها بؤبؤه، عباره عن حته كده من الجلد طلعت لفوق وفي ميه تحتها. فهي بالظبط الناس دول عندهم المرض، بس ده مرض بقى كويس الكلام، ان بيحصل ان الابيثيليال سيلز ما تبقاش اتاتشد للبيسمنت ميمبرين، تنفصل. فلما يحصل انفصال الفلويدز ترتشح ما بين الخلايا وما بين البيسمنت ميمبرين، فتعلي فتبين لك بؤبؤه كده، بالونات كده على جلد البني ادم، زي اللي عنده مثلا حصبه او عنده حاجه زي كده، بتبقى ده المنظر ده، بس ديزيز اسمه بولس بيمفيجوي، ده الهيمي ديسموزوم. دولت الثلاث انواع بتوع الانكرينج جانكشن. طب ايه فايده الانكرينج جانكشن اللي هو كله عباره عن خيوط جوه ده وماسك في السيتوسكيلتون؟ فايدته ان هو بيستابلايز السيلز اجينست الميكانيكال ستريس، وبيخلي السيلز تمسك في بعضها كويس الكلام، وللسيتوسكيلتون، ويشبك السيتوسكيلتون بتاع الخلايا مع بعض، لانه زي ما انت شايف هم ماسكين في بعض، وجوه الخليه ماسك في السيتوسكيلتون، ويروح يمسك في هكذا في الخليه اللي جواها بالمنظر ده، او ما بين الخليه والايه والاكسترا سيلولار ماتريكس اللي هو البيسمنت. طيب نيجي للنوع الثالث اللي هو الجاب جانكشن. النوع ده بقى عباره عن ايه؟ الترانس ميمبرين بروتين هنا كويس الكلام بيعمل شانلز، بيعمل قنوات، بيعمل انفاق كويس الكلام. الانفاق دي زي ما انتم شايفين بتقلاو الباسج بتاع الايونز والسمول مولوكيولز والالكتريك امبلسز ما بين السيتوبلازم بتاع الخلايا وبعضها، الخليه واللي جنبها، خدي خد هات خد بالمنظر ده، نفق بقى كويس. النوع ده من الجانكشن بيخلي الخلايا تتناسب مع بعضها كيميكالي والكتريكالي، بنسميها كيميكالي كابلد والكتريكالي كابلد، بيخلي الخلايا ايه تتناسق مع بعضها كهربائيا وكيميائيا. طيب النوع من الجانكشن ده مهم ليه؟ ده مهم في القلب بتاعنا، احنا عندنا العضلات بتاعه قلبنا بتمسك مع بعض كويس قوي عشان ما تفكش بالديسموزوم، بس الومضات ومضات الانقباض، اوامر الانقباض، الومضات العصبيه تنتقل من قلبنا للقلب الثاني، من عضله لعضله 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 جوه القلب بتاعنا ازاي؟ عن طريق الجانكشن ده كويس الكلام. النوع ده من الجانكشن لو ريزيستنس كويس، الايون بتعدي عن طريق الجاب جانكشن من خليه للثانيه، من خليه للثانيه، مفيش فيه مقاومه هنا، لو ريزيستنس. طيب مين اللي بيعمل الجاب جانكشن؟ اهو الدايره طالعه بتلف لكم حوالين الجاب جانكشن اللي عامل زي النفق ما بين الخليتين. شايفين الجاب جانكشن؟ ادي خليه وادي خليه، وكل خليه تعمل النفق بتاعها قصاد النفق بتاع الخليه الثانيه، والاثنين يبقوا جنب بعض وبوز بعض عملوا النفق واحد، كل واحده هتشير بالنفق بتاعها بجزء النفق بتاعها كويس. النفق اسمه ايه؟ اسمه كونكسون. واللي كان منكم بيقرا في التاريخ او يعني مهم بيعرف شويه في السياسه وفي الحياه العامه، كان زمان 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 في رئيس للولايات المتحده الامريكيه اسمه نيكسون، عشان تحفظوا بس الاسم كويس، كان نيكسون ونيكسون، ده طلع بفضيحه اسمها ووتر جيت كويس. القناه او النفق قلنا اسمه كونكسن، كونكسون. امال مين اللي بيعمل النفق؟ بيعمل النفق البروتينات اللي بتعمله اسمها كونكسن، وكل نفق معمول من 6 بروتينات كويس الكلام، يعني من كام؟ كل واحد معمول من 6 كونكسن. حلو، يعني النفقين الاثنين معمولين بكام؟ 6 و6 12 كونكسن كويس. يبقى النفق كله مع اسمه كونكسون، معمول من ايه؟ معمول من 6 يونت من بروتينز اسمها كونكسن، كل واحده منها اسمها كونكسن. يبقى البروتين سب يونت كويس الكلام الكام اللي بيعمل الجاب جانكشن اسمه كونكسن، والقناه على بعضها اسمها كونكسون، ومعموله من 6 كونكسن. حلو، وان طبعا زي ما انتم شايفين القناه لازم يكون لها المواصفات اللي تخليها تعدي في ايه؟ خلال الليبيد باي لاير بتاعه مين؟ بتاعه السيل ميمبرين، يعني تبقى هيدروفوبيك. قالوا الكلام يعني الكونكسن دي من ضمن ميزاتها انها هيدروفوبيك، الحته دي ليها الخاصيه دي. طيب دكتوره بحكوا لك كم بعد للمحاضره؟ في طلاب عندهم علوم عسكريه.
ما فيش فاضل شريحتين وهنخلص خلاص بسرعة. يعني أنا خدت 3 دقايق بس من المحاضرة. يقدروا يطلعوا يا حبيبي، يطلعوا وأنا هكمل المحاضرة وأقفلها، واللي عايز يسمع الجزء الأخير يسمع. تمام؟ تمام. فأنا عندي كونكسون وكونكسون، كويس؟ الجاب جونكشن ده ليه ميزة وليه عيب. زي ما هو بينقل لي الأيونات بسرعة، كويس الكلام، ممكن برضو ينقل لي الأمراض بسرعة. يعني لو في فيروس أو في حاجة ممكن ينقلها بسرعة، بس هو ربنا خلق لنا ديفنس ميكانيزم كويس قوي، ان لما يكون في فيروس ولا حاجه عايزه تنتقل يجي اوردر للخليه الثانيه ان موتي موت طبيعي، ويسد الطريق على الفيروس ده ان هو ينتقل ليكي ويروح يعمل مشاكل من ناحيه لناحيه لناحيه كده. كويس؟ فاحنا عندنا الكالس الجاب جانكشن تند تو كلوز باي هاي كونسنتريشن اوف كالسيوم ايونز او لو بي اتش. وليه الكلوزنج بتاع الجاب جانكشن بيسيرف تو سيل النورمال سيلز من التروماتايزنج او الداينج نيبر. لما يكون الخليه الثانيه عندها مشاكل ما تنقلش المشاكل بتاعتها للخليه اللي جنبها. طيب النوع الاخير بقى اللي هو السينابس، قلنا السينابس عندنا نوعين اثنين، في الكتريكال وفي كيميكال سينابس. السينابس ده نوع مخصوص من انواع الجاب جانكشن، الانفورميشن فيه بتنتقل ما بين الادجيسنت سيلز، في الكتريك سينابس وفي كيميكال سينابس. الالكتريك سينابس ده زي ما عندنا في القلب، في قلبنا، كويس الكلام، الكاردياك ماسل عباره عن بالعضلات بتبقى ما بينها وما بين بعضها حاجه اسمها الانتركاليتد ديسك. الانتركاليتد ديسك دي فيها حاجتين اتنين، فيها ديسموزوم وفيها جاب جانكشن. الجاب جونكشن علشان يخلي الايونز والسيجنالز تعدي من خليه لخليه، يقوم القلب يكونتراكت اوتوماتيكلي من غير ما انت تحس. كويس الكلام؟ الانتركاليتد ديسك فيها جاب جونكشن وفيها ديسموزوم عشان يقلعوا الفلو اوف ايونز فروم وان سيل تو انذر، ويؤدي الى السبريد اوف اكشن بوتنشال، والديسموزوم عشان تو هولد السيلز توجذر. ده منظر الالكتريك سينابس اللي عندنا. الالكتريك سينابس زي بالظبط جاب جانكشن، والايونز تعدي وتروح بالمنظر ده. الكيميكال سينابس لا، ده موجود في النيرفس تيشو بتاعك وبتاعي وبتاعنا كلنا. ده بيبقى عباره عن ايه؟ بنسميه جانكشن ما بين نيرف سيل ونيرف سيل، او نيرف فايبر ومسل فايبر. كويس الكلام؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل هنا في النوع ده من السينابس ان عندك نهايه بتطلع، النهايه العصبيه بتطلع ماده اسمها الاسيتايل كولين. ماده الاسيتايل كولين دي بتطلع من منطقه اسمها البري سينابتيك نوب، تطلع تعوم في منطقه اسمها السينابتيك كليفت، تشبك على خلايا او على ريسبتورز موجوده على قصادها، سواء كانت مصل او كانت خليه عصبيه ثانيه، تديها الاوردرز، اسمها البوست سينابتيك كليفت او بارت او سيل او كده. فادي عندي الايه؟ الكيميكال سينابس. كيميكال لان بيطلع ماده الاسيتايل كولين نص، زي ما انتم شايفين عندي ناحيه واحده بس عليها ريسبتورز او عليها شانلز، الناحيه الثانيه بتطلع منها ماده الاسيتايل كولين، وده اللي احنا بنسميه الكيميكال سينابس، اللي بيحصل اللي بيحرك عضلاتك. العضله لما تكون متوصله مع نيرف وايه ويجي لها الاوامر بالانقباض، هو ده منظر اللي بنسميه موتور اند بليت، او بنسميه الكيميكال سينابس. واحنا كده ديت معلومات عامه. الجاب جانكشن دي موجوده فين؟ في معظم الخلايا اللي موجوده في جسمنا. خلايا الكانسر ما فيش فيها جاب جانكشن، ولو كان فيها جاب جانكشن كان ساعدنا، لو كنا ادينا علاجات في خليه وصلت لخليه كانت راحت من خليه لخليه. لكن الكانسر برضو ما فيش فيه جاب جانكشن، فعلشان كده خلاياه في حاله جروث مستمر مجنون، مش الادويه ما بتنتقلش من خليه لخليه. كويس. بعد كده ان تغير العدد والديستريبيوشن بتاع الجاب جانكشن لقوه في حالات كتيره جدا، حالات القلب، مش احنا قلنا في الجاب الالكتريك سينابس، الاريزميا وحاجات اللي هي بيسموها عدم انتظام ضربات القلب والكلام ده، بتبقى نتيجه لخبطه في الجاب جانكشن بتاع الهارت. وكده المحاضره خلصت، واتمنى لكم التوفيق، ونشوف بقى اخباركم ايه.